اوكي، اذا نكمل في سكشن 11. اليوم راح نشرح 11.5 applications in business and economics، واهم مفهوم في هذا السكشن هو مفهوم الالاستيسيتي. وخلينا نشوف مع بعض ايش معنى الالاستيسيتي. اوكي، الالاستيسيتي يعني بالعربي معناها مرونة، ولكن احنا بنعرف ايش العلاقة بين البرايس والكوانتيتي. اذا بتتذكروا طبعا علاقة ايش عكسية، اللي هو الديمان. لما نيجي نرسم مثلا العلاقة بين الاكس، على فرض اكس هي نفسها الكوانتيتي، والواي على فرض انها هي نفسها البرايس مثلا، رأيتها العلاقة بينهم عكسية، بمعنى انه اذا البرايس بكل الطلب بيزيد، وإذا البرايس بيزيد الطلب عماله بقل. هلا الإلاستيسيتي هي بتقيس قديش الـ يعني الـ 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 التأثير في النقصان للطلب راح يتأثر إذا مثلا لعبنا في الأسعار شيء بسيط. وبالتالي تعريف الإلاستيسيتي راح يكون هو عبارة عن ميجر. إيش؟ ميجر لإيش؟ for the responsive responsiveness، يعني قديش في عندنا تجاوب في تأثير في الطلب لما الأسعار تتغير، سواء بزيد شيء بسيط أو بتقل شيء بسيط. of consumers مثلا quantity demanded مثلا، when ايش لما بصير ايش when prices change مثلا، او ممكن العكس مثلا، شو بصير تغير الاسعار لما الكوانتيتي بتتغير مثلا. اوكي، هلا التعريف الرياضي لها ممكن نرمز للإلاستيسيتي بالرمز E، او ممكن نرمز لها بالرمز ايتا. هاي الاشاره ايش؟ هاي الاشاره نقراها ايتا، وهي حرف لاتيني. ممكن نعرف الإلاستيسيتي بهي التعريف، سالب نحط سالب لأنه العلاقة عكسية، مثل ما احنا شايفين علاقة ايش؟ نيجاتيف ريليشن شيب، يعني علاقة عكسية، علاقة عكسية بين ايش؟ بين الطلب والأسعار، فبنحط سالب. هلا في البسط هون نحط مثلا اللي هو بنسميه ريلاتيف تشينج مثلا ان quantity على ايش؟ على relative change in price، يعني بشوف قديش بصير عندي معدل التغير في ال quantity لما صار تغير شيء بسيط. هلا شو تعريف relative change؟ اذا بنعرف ال relative change في ال quantity هو عبارة عن اللي هو delta Q على كيو الأصلية، والريلاتيف تشينج في البرايسز هو دلتا بي على السعر الأصلي. يعني دلتا كيو يعني ايش صار تغير؟ دلتا كيو طبعا هي عبارة عن ايش؟ يعني كيو 2 ناقص كيو 1. نفس الشيء دلتا بي اللي هو عبارة عن السعر الجديد ناقص ايش؟ السعر القديم، وبالتالي هو عبارة عن ايش؟ بي 2 ناقص بي 1. إذا بدي أحط هيك بحط هون طبعا 1 1 على أساس إنه الكوانتيتي الأصلية كانت كيو 1 والسعر الاصلي كان ايش؟ كان بي 1. فانا عملت تغيير، رحت على غيرت صار السعر بي 2، لما صار سعر بي 2 تغيرت الكوانتيتي صار كوانتيتي كيو 2. فتعريف الالاستيسيتي هي فرق التغير في الكوانتيتي بالنسبه للكوانتيتي الاصليه على فرق التغير في السعر بالنسبه للسعر الاصلي. هلا ممكن شو نعمل؟ ممكن نحول هاي القسم اللي هون نحولها للضرب. ممكن ايش اجي على التقسيم هنا احول الى ضرب، فساعتها شو بصير عندي؟ هي سالب، هي عندي انا في البسط هذا كله في البسط اللي هو دلتا كيو على كيو 1. هلا بحول القسم الى ضرب، ساعتها بصير عندي هون ايش؟ بي على دلتا بي. هلا ممكن مثلا يعني بشكل عام نكتب هاي الصوره، ساعتها الترتيب النهائي راح يكون بهذا الشكل. سالب هي عندي هون البرايس الاصلي على الكوانتيتي الاصليه،
مضروبة في التغير في الكوانتيتي على التغير في الأسعار. فهذا هو تعريف الإلاستيسيتي بشكل عام، أو ممكن نوصلها بالرمز مثلا إيثا زي ما حكينا. هذا هو بشكل عام التعريف الرئيسي لهم. هلا في عندنا التعريف الإلاستيسيتي عند نقطة مثلا، إذا ممكن نسمي نعرف شيء اسمه point elasticity. The point elasticity of demand. Okay. ممكن أروح على إيتا، بدي أخذ الليمت هلا طبعا، يعني بدي أخذ الليمت. يعني ممكن إحنا نخلي الإلاستيسيتي بهاي الصورة، بدي أخذ الليمت هلا، فلما أجي أخذ الليمت بدي أشوف شو بصير تغير. لما أخلي البرايس لوين تروح، دلتا كيو على دلتا بي، وأخلي إيش الليمت دلتا بي لوين تروح للزيرو. فلما ناخذ الليمت هون ساعتها هاي بتصير ايش؟ بتصير مشتقه، فبيطلع لنا ايش؟ سالب بي على كيو. فالتغير هون يعني حسب التعريف المشتقه الاولى عند نقطه هاي بتصير دي كيو على ايش؟ على دي بي. اوكي، فممكن ننهي الموضوع انه الاسيستي بهي الصوره. اوكي، يعني الاسيستي هو عباره عن عند نقطه، وبالتالي هاي النقطه طبعا انا بكون معطى معي the quantity هي عباره عن function of price، هاي العلاقه. فانا ممكن اطلع منها ايش؟ ممكن اطلع منها ايش؟ اللي هي المشتقه كيو فتحه، اللي هي عباره عن مشتقه كيو بالنسبه لي للبرايس، وساعتها بيجي بعوضها هون. هلا من هاي العلاقه ايضا ممكن احكي انا بطلع الالاستيسيتي طبعا عند نقطه، النقطه هون المقصود فيها الزوج المرتب اللي هو مقصود فيه ايش؟ اللي هو مثلا كيو و بي. ليش؟ ليش كيو بي؟ لانه من محور سين وصاد هون الزوج المرتب انا عندي هون اكس واي. طبعا الاحداث السيني لمين؟ الاحداث السيني، الاحداث السيني لكيو، والاحداث الصادي لمين؟ للبرايس. ف ممكن اقدر اطلع الالاستيسيتي واحكم عليها عند نقطه من خلال التعويض المباشر. هلا فينا ثلاث حالات للالاستيسيتي. So we have three cases. في مثلا حالات للإلاستيسيتي اللي هي E اللي تساوي إيتا. الحالة الأولى إنه إذا طلعت معنا الإلاستيسيتي إيش؟ إذا طلعت معنا الإلاستيسيتي أو إيتا طلع معنا الجواب أكبر من واحد، معناته في هاي الحالة شو بقدر أحكي؟ Then إنه the demand بنسميه إيش؟ the demand بنسميه elastic. بسميه إيش؟ بسميه elastic. وشو معنى إلاستيك في هاي الحالة؟ هاي الحالة معناه إنه the percentage، هاي بدي أحط هون زي تعريف، يعني شو معناه إنه the percentage، هاي يعني percentage of increase أو decrease، the percentage of decrease in demand راح يكون إيش؟ أكبر من the percentage of إيش؟ مثلاً increase في السعر. كيف يعني؟ يعني هلا انا مثلا بيجي بزيد السعر مثلا دولار واحد، ممكن يعني اوضح هاي من خلال هالرسمه. طلع كيف مثلا على فرض انا في عندي هاي الرسمه اللي هون، صح؟ هلا انا عندي هاي كيو، عندي هاي هون مثلا بي. مثلا على فرض عندي هون السعر، على فرض مثلا هون السعر انا عندي ايش؟ على فرض ان عندي هون السعر مثلا 2 دولار. هلا عندي 2 دولار مثلا بكينا نبيع على فرض 5 يونتس. هلا رفعنا 2 دولار رفعناها صارت ايش؟ صارت 3 دولار. رفعنا السعر صار السعر 3. هلا على سعر 3 لاحظوا انه الكمية نقصت عندي، على فرض هذا الرقم 1 صار. اذا هلا لاحظوا انه قديش انا عندي دلتا البي، دلتا بي يعني التغير في الاسعار هو دولار واحد فقط اللي هو بي 2 ناقص بي 1 اللي هو 3 ناقص 2 اللي هو فقط 1، صح؟ بينما تلاحظوا هون دلتا كيو اللي هي كيو 2 ناقص كيو 1، وبالتالي الكوانتيتي الجديده صارت 1 ناقص الاصليه كانت 5، فصار عندي نقص سالب يعني نقص ناقص 4 ايش؟ يعني التغير في الكوانتيتي صار ايش؟ نقص. هاي معناها ايش؟ يعني قل الطلب، قل الطلب. وبالتالي لاحظوا انه الـ percentage of demand هون الطلب النقصان فيها، طلعوا هاي النقصان يعني اكبر من النقصان وين؟ اكبر من النقصان من التغير في الاسعار. الاسعار فقط
فقط التغير كان ايش؟ واحد. بينما هون النقصان ايش؟ يعني هون زيادة بس دولار واحد، هون قل 4، وبالتالي نسبة ال decreasing في الديماند هي أكبر من نسبة الزيادة في السعر. في هاي الحالة لما يطلع معنا ايتا أكبر من واحد، الإلاستيسيتي أكبر من واحد، بنسمي الديماند عندنا هون إلاستيك. هلا الحالة الثانية إنه إذا طلع معنا مثلا إيش؟ إذا كانت عندنا الإلاستيسيتي مثلا أقل من واحد، ساعتها في هاي الحالة then شو بنسمي الديماند؟ الديماند هون إيش؟ then الديماند بنسميه إيش؟ inelastic، عكس كلمة elastic inelastic. وفي هاي الحالة شو معناها؟ في هاي الحالة شو بصير عندي هون؟ بصير عندي هون إنه ال percentage مثلا of decrease in demand راح تكون ايش؟ اقل less than من ال percentage of increase in prices. yes. واخر حالة يعني هاي ممكن ايش؟ ممكن ارسم لكم رسمة لها هاي، ترى كيف؟ يعني ممكن لما نيجي نرسم هون هاي اكس هاي واي، واجي احكي انا مثلا هاي علاقة بين ايش؟ هاي العلاقة بين الكوانتيتي وهي العلاقة بين البرايس. وعلى فرض انا مثلا شو بدي اعمل؟ على فرض انه انا في عندي مثلا هون السعر مثلا 1 دولار، وعلى فرض على 1 دولار انا مثلا كنت ابيع مثلا 3 يونتس. هلا جيت انا زدت السعر مثلا، السعر انا مثلا زدت ل 2 دولار مثلا، صار 2 دولار. طبعا الكوانتيتي قلت، بس لما قلت للرقم مثلا 2.5. لاحظوا هون دلتا بي اللي هو بي 2 ناقص بي 1 اللي هو عبارة عن 2 ناقص 1 ويساوي ايش؟ دولار واحد. بينما هون دلتا كيو قديش نقص عندنا هون؟ كيو 2 ناقص كيو 1 ويساوي 2.5 ناقص 3 ويساوي مثلا سالب نص. اذا الطلب هون نص نقص، بس هون زاد واحد، وبالتالي هاي حالة ايش؟ انه الديماند اللي عندي هون انيلاستيك. هلا اخر حاجة لما بيكون عندي مثلا رقم 3، على فرض طلعت معي ايش؟ ايتا او اي طلعت معنا تساوي 1 بالضبط، then في هاي الحالة بنسمي الديماند اللي عندنا then the demand له اسم بنسميه ايش؟ بنسميه unitary elastic، بنسميه ايش؟ unitary elastic. وشو معنى unitary elastic في هاي الحالة؟ يعني في هاي الحالة شو بكون عندي؟ بكون عندي percentage of decrease in demand تطلع معنا هي نفسها ايش؟ يعني تقريبا ايش؟ is approximately equal to ايش؟ to percentage of increase in prices. يعني لو بدي اجي ارسم رسمه خفيفه، يعني هون اجي ارسم رسمه خفيفه واجي احكي هاي الديماند وهي السعر وارسم علاقه بينهم بهي الصوره، واجي احكي كان عندي البرايس مثلا دولار، رفعت ل 2 دولار. يس يعني واضح انه دلتا بي هون واحد، ساعتها الكوانتيتي انا عندي هون بقت 4، الكوانتيتي قلت صارت 3، ساعتها دلتا كيو هون بتساوي ايش؟ سالب 1. يعني بمعنى هون الزياده كان دولار واحد والنقصان كانت ايش؟ كوانتيتي واحده نقصت. فهون بسمي في هاي الحاله ايه تكون واحد، وبالتالي هون الديماند بسميه يونيتري الاستيك. هلا بدنا نشوف مع بعض كيف ناخذ اكزامبلز تطبيقات، ومن خلال هاي التطبيقات نحكم انه الديماند اللي عندنا هو عبارة عن ايش؟ هو عبارة عن elastic او inelastic او unitary elastic. So ناخذ example. اوكي على فرض انا في عندي ايش؟ given مثلا هذا الديماند، given this demand اللي هو عبارة عن مثلا price زائد 5 مثلا Q يساوي ايش؟ يساوي 100. والسؤال الأول find elasticity. اوكي وأيضا السؤال الثاني بدنا نشوف شو نوع الإلاستيسيتي مثلا عند أسعار مختلفة. فخلينا نمشي واحد واحد. أول إيش مثلا بدنا نشوف مع بعض كيف نطلع الإلاستيسيتي. هلا بيجي بحكي تعريف الإلاستيسيتي اللي هي E أو تساوي إيثا، اتفقنا مع بعض هي السالب اللي هو البرايس على كوانتيتي من القاعدة مضروبة في مشتقة الكوانتيتي بالنسبة للبرايس. فأنا بيجي بشتق هون هلا، بدي أشتق
الكوانتيتي بالنسبه للبرايس، وبالتالي انا بيني بكون عارف ان الكوانتيتي هي عباره عن فانكشن اوف البرايس. اذا بيجي بشتق شو مشتقه البرايس؟ واحد زي مشتقه اكس يعني واحد زائد خمسه، شو مشتقه كيو؟ كيو فتحه تساوي صفر، هيك بشتق. كويس، وبالتالي بدي اخلي كيو فتحه موضوع القانون، فبطلع معي 5 كيو تساوي سالب 1 كيو فتحه، اذا كيو فتحه تساوي سالب 1 على 5. هلا نتذكر ان كيو فتحه هي عباره عن ايش؟ نفسها دي كيو على دي بي اللي هي سالب 1 على 5. فانا في هاي الحاله طلعت ايش؟ طلعت الشق اللي هون شايفينه، هاي هذا جاهز. فمن خلال الاشتقاق المباشر. كويس؟ هلا بيجي بجيب بحطه هون، بصير معي الجواب سالب دي على كيو مضروب في ايش؟ في سالب 1 على 5. اذا الجواب النهائي بروح السالب مع السالب، بظل عندي الالاستيسيتي شو تساوي؟ البرايس على 5 كيو. هاي الالاستيسيتي. هلا بدي اسال السؤال الثاني، جاوبنا على السؤال الاول، هلا السؤال الثاني مثلا شو نوع الالاستيسيتي؟ What is the type of elasticity for the prices مثلا، لما يكون عندنا الـ price بهي الصورة for the prices مثلا، أول price على فرض إنه في عندي أنا الـ price الأول مثلا على فرض إنه 40 دولار، والـ price الثاني على فرض إنه مثلا 60 دولار، والـ price الثالث على فرض إنه مثلا 50 دولار. كويس؟ خلينا نشوف مع بعض. هلا بجي بروح بطبق القاعدة تبعت الإلاستيسيتي عشان أشوف هل الإلاستيسيتي عندي أكبر من واحد ولا أقل من واحد ولا تساوي واحد، عشان نحكي عن الديماند اللي عندي هون إلاستيك أو إن إلاستيك أو يونيتري إلاستيك. فأنا معني أطلع الإلاستيسيتي. بس هلا السؤال معطيني مثلا بدي أحل إيه، هلا إيه معطيني البرايس 40، فأنا بقدر أعوض هون 40 وخلصنا، بس بضل علي الكوانتيتي، بدي أجيب الكوانتيتي، فبروح على القاعدة. شو القاعدة تبعتنا بتحكي؟ القاعدة من السؤال بتحكي إنه البرايس زائد 5 كيو بدي يساوي إيش؟ 100. فأنا بيجي شو بعمل؟ بحط محل البرايس 40 زائد 5 كيو تساوي 100، معناته 5 كيو ودي ال 40 هون بصير 60، نقسم الطرفين على 5، معناته كيو تساوي 60 على 5، فلما نقسم 60 على 5 طلع الجواب 12. فأنا عندي كيو هون تساوي ايش؟ 12. فأنا هلا بجيب القانون تبع الإلاستيسيتي اللي هو بيساوي البرايس على 5 كيو، وبعوض عند النقطة ايش؟ اللي هي كيو بي اللي تساوي محل كيو بحط 12 ومحل برايس بحط 40. شو بيطلع الجواب هلا النهائي؟ بيطلع لنا محل برايس بنحط 40 وعلى 5 في كيو اللي هي 12، بيطلع الجواب 40 على 60. بروح 0 مع 0 يعني 4 على 6، 2 في 2 على 2 في 3، بيطلع الجواب 2 على 3. اذا طلعت معي الالاستيسيتي 2 على 3، لاحظوا الرقم 2 على 3 شو ماله؟ اقل من 1، معناته حسب القاعده اللي عندنا لما تطلع الالاستيسيتي اقل من 1 معناته شو بحكي هون؟ انه الديماند شو ماله؟ is inelastic. صح؟ لانه هي القاعده لما يكون اقل من 1، هي لما يطلع معي اقل من 1 هي اقل من 1، معناته الديماند هو عباره عن ايش؟ inelastic. فأنا جاوبت على الفرع الأول من السؤال، هلا ممكن أجاوب على الفرع الثاني لما يكون البرايس 60. نفس الحاجة هلا بدي أشتغل، بيجي بحكي على فرع بي لما يكون عندي البرايس بيساوي 60، بروح على القاعدة تبعتنا اللي هو أنا عندي القاعدة هون البرايس زائد 5 كيو بيساوي 1000، بعدين إيش بعوض 60؟ يعني هون بحط هون 60 محل برايس زائد 5 كيو بيساوي 1000، بيساوي 100 آسف 100. هلا بعدين ايش بنطلع؟ ايش بنطلع اللي هي الكوانتيتي، فبصير عندي 5 كيو بيساوي 40. فهي الحاله تطلع معي كيو تساوي ايش؟ 40 تقسيم 5 اللي هي 8. فمعناته انا بيجي بكتب القاعده تبعت الالاستيسيتي هلا اللي هي عباره عن البرايس على 5 كيو، بس بعوض هلا محل كيو بي اللي هو الزوج المرتب 68. هلا بيجي بعوض تعويض مباشر، محل برايس بحط 60، وهي 5 مضروبه في ايش؟ في كيو اللي هي 8، فبطلع الجواب 60 على 40، بروح 0 مع 0 بدل 6 على 4 يعني 3 على 2. لاحظوا الاستيسيتي عندي هون طلعت 3 على 2 وهو رقم اكبر من 1، معناته بقدر استنتج انه الديماند اللي عندي شو ماله؟
الديماند اللي عندي هو عباره عن الاستيك. اوكي، وهيك نحن بنكون جاوبنا الفرع الثاني. هلا بضل علينا نشيك على اخر نقطه، والتي يبدو انها راح تكون الكيس الثالثه. فبيجي بعمل نفس الحاجه، بحط فون سي لما يكون البرايس مثلا 50 دولار. نفس الحاجه بروح بجيب القاعده اللي هي البرايس زائد 5 كيو بدي يساوي 100، وبحط محل برايس 50 زائد 5 كيو يساوي 100. ساعتها 5 كيو بتساوي 50، معناته كيو شو بيساوي 10. اذا هلا بجيب الاستيسيتي من القاعده. القاعده تبعتنا بتحكي انها هي عباره عن برايس على 5 كيو، بس بتعوض هلا ايش؟ محل الكوانتيتي 10 ومحل برايس 50، وتعويض مباشر بيطلع هاي 50 في الباص وفي المقام هي 10، بيطلع 50 على 50 يعني، وبالتالي بيطلع الجواب واحد. اذا هون ايش بنحكي؟ انه الديماند اللي عندنا هو عباره عن يونيتري ليش؟ الاستيك. كويس؟ وبهي الصوره بنكون نحن طبعا جاوبنا على السؤال بشكل كامل. هلا ممكن يجي اسئله كمان، يعني تطبيقات اخرى على الالاستيسيتي، فناخذ مع بعض اكزامبل اخر. مثلا على فرض انه في عندي انا الديماند جيفن بهي الصوره، مثلا جيفن ذيس ديماند، مثلا البرايس بيساوي 1000 على مثلا كيو زائد 1 الكل تربيع. هلا طبعا انا عندي البرايس هون هو برايس بير يونت، ودي هي عباره عن الديماند على برودكت. يعني ممكن نحكي هنا دي هي ديماند فور برودكت whose price is B. هلا السؤال شو بحكي لنا؟ اعطيني مثلا الاستيسيتي. اوكي، سو السؤال بحكي واحد فايند الاستيسيتي. اوكي، هلا في هاي الحالة بدنا نروح نعمل زي ما عملنا قبل شوي ونطلع الالاستيسيتي. اوكي، ننتبه هون انه ايش؟ انه لازم اكتب البرايس as a function of ايش؟ of the اكتب الكوانتيتي as a function of the price. اوكي، اذا في هاي الحالة لازم اكتب كيو كأنه موضوع القانون، ولكن احيانا بيكون مش سهل نكتب كيو موضوع القانون. فشو بيجي بعمل؟ بيجي بحكي انا عندي البرايس هون بيساوي هي 1000 مضروب في كيو زائد 1 هو سالب 2، وبشتق الطرفين. ف شو بصير معي؟ بصير معي كالتالي انه مشتقة البرايس هي 1 تساوي هاي ال 1000 بنزل السالب 2، وكيو زائد 1 ناقص 2 لما ناقص 1 بتصير سالب 3. فمشتقة ما داخل الكوس، شو مشتقة ما داخل الكوس؟ اللي هو حسب القاعدة كيو فتحة زائد 0، لأن الواحد مشتقتها 0. إذا شو بصير معي الجواب؟ 1 تساوي هاي سالب 2000 مضروبة في ايش؟ في ممكن هي نزلها لتحت اللي هي 1 على كيو زائد 1 اللي هي قوة 3 مضروبة في كيو فتحة. فأنا بدي أخلي كيو فتحة موضوع القانون. فشو بعمل؟ يعني لو رتبت الموضوع بصير بهي الصورة. أنا عندي هون هي سالب 2000 على كيو زائد 1 تكعيب مضروب في كيو فتحة. فضرب تبادلي بصير كيو زائد 1 تكعيب يساوي سالب 2000 كيو فتحة، وبالنهاية بخلي كيو فتحة موضوع القانون. إذا كيو فتحة تساوي اللي هي كيو زائد 1 كل تكعيب على سالب 2000. وهي كيو فتحة طبعا نحن بنعرف إن هي نفسها إيش؟ كيو فتحة هي نفسها إيش؟ اللي هي دي كيو على دي بي. إذا هلا بيجي بروح بكتب قانون الإلاستيسيتي وبعوض محله محل دي كيو دي بي اللي هي القيمة تبعتها. فبيجي على قانون الإلاستيسيتي، أنا عندي الإلاستيسيتي تساوي القاعدة تبعتها إيش هي؟ هي عبارة عن إيش؟ ناقص البرايس على الكوانتيتي مضروبة في ايش؟ في دي كيو على دي بي. هلا دي كيو على دي بي ما هي جاهزة من تحت، هلا بنجيبها هيها. فبيجي بحط محلهم، هي بتصير ناقص البرايس على الكوانتيتي، وبحط محل الإلاستيسيتي اللي هي عبارة عن كيو زائد 1 محل الديريفيتيف كيو زائد 1 تكعيب على سالب 2000. جاهز. هلا سالب مع سالب بروح، بيطلع الجواب معنا ايش؟ اللي هو البرايس على الكوانتيتي مضروبة في ايش؟ في كيو زائد 1 قوة 3
على 2000. هل هي الإلاستيسيتي أو إيتا أو إي نفس الشيء؟ فأنا هيك جاوبت على الفرع الأول من السؤال. هلا نشوف الفرع الثاني من السؤال ايش بده. السؤال بحكي لك اعطيني الالاستيسيتي لما يكون السعر او لما تقبل كوانتيتي مثلا 19. سو الفرع الثاني مثلا 5 الالاستيسيتي اي وين مثلا الكوانتيتي تساوي مثلا 19 يونت. اوكي هلا انا عشان اطلع الالاستيسيتي، اوكي 19 بقدر اعوضها هون، شايفين كيف؟ بقدر اعوضها هون، بس بضل علي ايش؟ بضل علي البرايس، كيف اجيب البرايس هلا؟ يعني بقدر اعوضها هي هون واعوضها هي هون، فيش مشكله. بس بضل علي البرايس، منين بجيب البرايس؟ من العلاقه اللي فوق، هاي العلاقه، من هاي العلاقه بجيب ايش؟ البرايس، فبكتب شو تعريف البرايس. اذا انا بجي بكتب، انا بعرف ان البرايس بيساوي الف على كيو زائد واحد تربيع. هلا بجي بعوض محل كيو، شو بحط محل كيو؟ 19 زائد واحد تربيع، وبطلع الجواب ألف على 20 تربيع، يعني بطلع الجواب هاي ألف تقسيم 20 ضرب 20 اللي هي 400، بروح صفرين صفرين، بضل 10 تقسيم 4 اللي هي 2.5، 10 تقسيم 4 2.5 أو 5 على 2، يعني 2.5 اللي هي نفسها ايش؟ 5 على 2، يعني هاي فيها 2 هاي فيها 5. أوكي هلا بعدها شو بعمل؟ بعدها صار ايش؟ صار البرايس هلا جاهز، فبحمل البرايس اللي هون وبيجي هلا بعوضه هون. فشو بصير الجواب النهائي معي؟ بصير معي كالتالي، نحن بنروح نطلع ايش هلا؟ بنروح نطلع الالاستيسيتي عند الزوج المرتب اللي هو كيو بي، الكيو معروف عندي 19 والبرايس معروف عندي اللي هو 5 على 2 اللي هو عباره عن ايش؟ 5 على 2 اللي هي 2.5. بيجي بكتب القانون تبع الالاستيسيتي، نحن طلعناه القانون اللي عندنا كان هو عباره عن ايش؟ عن البرايس على الكوانتيتي مضروبه في ايش؟ في كيو زائد واحد تكعيب على 2000، صح؟ هي تتاكد منه هاي القانون تبعنا. هلا بعوض ايش؟ الزوج المرتب اللي هو 19 و5 على 2 او 2.5. فشو بصير الجواب النهائي؟ انا عندي هون البرايس اللي هو 5 على 2 اللي هو 2.5 والكوانتيتي 19 مضروبه في هي 2000 هون، و هاي 19 زائد 1 تكعيب، فطلع الجواب النهائي ايش؟ هاي 2.5، طبعا بس ما استخدم ال 20 20، فبطلع معنا الجواب 0 مع 0 مع 0 3 بروح مع 3 هذول، هاي 2 مع 2 هاي بتروح، وانا عندي هون اصلا 2.5 هي عباره عن قديش؟ عباره عن 5 على 2، فبتروح كمان هاي 2 مع هاي 2، وبضل الجواب ايش في البسط؟ في البسط بضل الجواب عندي 2 مضروب في 5 اللي هو عباره عن 10، بطلع الجواب 10 على 19. هلا اذا بنقسم ال 10 على 19 واضح انه هذا الجواب شو ماله؟ اقل من 1، فما دام اقل من 1 فواضح انه هنا الديماند شو ماله؟ هو عباره عن ايش؟ عباره عن ان الاستيك. اذا طلب منا نعرف شو نوع الديماند نقدر نحكي انه ان الاستيك، سو فايند اي وين يكون اند classify and classify، يعني صنف ايش؟ هاي الالاستيسيتي. فبيجي بحكي بالاخر انه التصنيف لها انه الديماند هون هو عباره عن ان الاستيك. اوكي نشوف مع بعض هلا شو علاقه الالاستيسيتي مثلا ايش؟ بدي احط هون سؤال question، سؤال question يعني سؤال. how eta is related to r. طبعا احنا بنعرف eta هي عباره عن ايش؟ elasticity، و r احنا بنعرف انها هي عباره عن ايش؟ اللي هي عباره عن الريفينيو. فعشان نجاوب على هذا السؤال نحط هون زي answer، نجاوب على هذا السؤال كده احنا بنعرف ان التوتال ايش؟ التوتال ريفينيو، شو القاعده تبعته؟ اللي هو عباره عن r، هو عبارة عن ايش؟ بنعرف r of x بيساوي t في x، معناته r of q بيساوي d في q، صح؟ جميل. هلا انا بيجي بعمل كالتالي، انا بعرف انه انا في عندي هون ايش؟ انه الكوانتيتي هي عبارة عن function of price، بمعنى
لما اجي اشتق بشتق البرايس عادي، ولما اشتق الكوانتيتي بتبقى الكوانتيتي تعتمد على البرايس. يعني هاي شو معناها؟ معناها انه لما بدي اشتق البرايس مشتق للبرايس واحد، بس لما بدي اشتق الكوانتيتي معناها انه بدي اروح اعمل كالتالي دي كيو على ايش؟ على دي بي اشتق بالنسبه للسعر، لانه البرايس هو كانه ايش؟ بنسميه دامي فيربل. هلا بدي اروح اطلع المشتقه للطرفين، فانا بدي اروح اشتق هلا بالنسبه لكيو، بدي اشتق الريفينيو بالنسبه لكيو. ساعتها بيجي اسف بالنسبه للبرايس، اسف اشتق بالنسبه لمين؟ اشتق الريفينيو بالنسبه للبرايس. لاحظوا انه الريفينيو في جواه برايس هيو، فلما اشتق هاي في جواها برايس وهي كمان جواها برايس، لانه انا عندي كيو هي عباره عن فانكشن اوف تي فجواتها برايس. فلما اجي اشتق بيجي بسمي هاي الاول وهي بسميها الثاني، وبالتالي بشتق الاول هاي الاول مضروب في مشتقه الثاني اللي هو دي كيو على دي بي زائد الثاني اللي هو كيو في مشتقة الأول البرايس في مشتقته اللي هو واحد. فبطلع معنا الجواب إيش؟ بطلع الجواب معنا بهاي الصورة. إذا بصير معنا هون هاي الصورة، حكيت هاي الصورة. لاحظوا هون هاي قريبة شوي صغيرة، يعني قريبة على تعريف الإلاستيسيتي، قريبة على تعريف الإلاستيسيتي، بس ناقصها حاجة. شو ناقصها؟ فانا بدي اجي اعمل ناقص اقسم على كيو، فشو بيجي بعمل؟ بخليها زي ما هي، هيها هاي البرايس هاي دي كيو دي بي، وبقسم هون بقسم على كيو وبضرب في كيو. فكت هاي في هاي الحاله هاي الكميه اللي هون صار اسمها الالاستيسيتي 100%. طبعا في عندنا اشاره سالب صح؟ هلا لما يكون في عندنا اشاره سالب، يعني بدل ان احط هون سالب عشان تصير الاستيسيتي 100% وبقدر احط هون ايش؟ اشاره سالب، لان السالب مع السالب بروح. هلا واخر حاجه هي بضل زي ما هي، هي هون زائد ايش؟ زائد كيو. معناته انا بقدر اكتب بهي الصوره، بقدر احكي انا في عندي هون السالب كيو مضروبه في الاستيسيتي اللي هي نفسها ايتا زائد كيو. صح؟ هلا بقدر اطلع كيو عامل مشترك، وبالتالي شو بقدر يجاوب معي؟ بقدر يجاوب معي 1 ناقص ايتا، صح هيك؟ بقدر اكتب هاي الصوره. اذا هي ايش؟ مشتقه ايش؟ مشتقة الريفينيو. كيف يعني الريفينيو بيعتمد على الأسعار؟ شايفين كيف؟ هاي علاقة مهمة جدا، من خلالها بدي أكتب عندي هلا ثلاث حالات مهمة جدا. ففي عندنا هون إيش؟ بقدر أحط هيك زي سؤال جديد. How the revenue depends on the price. كيف الريفينيو هون R يعني إيش؟ الريفينيو. كيف الريفينيو هلا بيعتمد على مين؟ على الأسعار. كيف؟ أوكي. بيجي بعمل كالتالي، لاحظ انه هي الديريفاتيف، هي الديريفاتيف معناته ايش؟ بتعطيك ايش؟ بتعطيك علاقه بين ايش؟ بين السعر والعائدات اللي هو الريفينيو، صح؟ فبدنا نشوف كيف هي العلاقه. فانا بدي اجاوب هلا على السؤال، بدي اجاوب، بيجي بحكي عشان اجاوب على السؤال عندي ثلاث حالات. بيجي على الحاله الاولى مثلا، بيجي بحكي رقم واحد اف، اذا بكت انا عندي هنا ايتا اللي هي الالاستيسيتي اكبر من واحد، يعني بين قوسين الديماند شو ماله؟ يعني بين قوسين الديماند شو ماله؟ الاليستيك صح؟ then هذا الكلام معناه طلع كيف؟ اذا ايتا اكبر من واحد، خذ رقم، خذ رقم زي ايش مثلا عشان تفهموه، خذ رقم زي خمسه، حط محل ايتا خمسه. لو بتحط محل ايتا خمسه مثلا بصير واحد ناقص خمسه سالب اربعه، فالكوانتيتي هي موجبه، فبطلع معنا الديريفاتيف سالب، فبتطلع العلاقه عكسيه بين الريفينيو والسعر. فاذا كانت عندنا ايتا اكبر من واحد معناته شو بيطلع معي؟ بيطلع معي هي العلاقه، معناته يعني العلاقه بين، بتكون العلاقه بين الريفينيو والبرايس علاقه ايش؟ عكسيه. then negative شو معنى؟ بدي اكمل الجمله. then there is negative relationship relationship كده بشكل صحيح. There is a negative relationship between ايش؟ between B and R. بقول في عندنا علاقة عكسية بين B و R. كيف يعني؟ يعني بيجي بحكي كالتالي، بمعنى ايش؟
يعني شو هذا الكلام معناه؟ if اذا البرايس بزيد، اذا البرايس بزيد معناته الريفينيو شو بصير فيه؟ بقل. وايضا if البرايس بقل معناته الريفينيو بزيد. هاي العلاقه ايش؟ بينهم في حاله كان الديماند الاستيك كويس ونيجاتيف ريليشن شيب بينهم. وبالتالي مهم جدا كصاحب شركه تعرف انه اذا كان الديماند عندك الاستيك ولا لا، لانه اذا كان ديماند الاستيك معناته لازم اكون حريص ما زدش السعر من مره، لانه اذا زدت السعر في هاي الحاله راح يكون الريفينيو لإلي. واضح؟ بس خلينا نشوف مع بعض الحاله الثانيه. اذا انا صاحب شركه مثلا وبعرف انه عندي الالاستيسيتي مثلا اقل من واحد، يعني بين قوسين الديماند اللي عندي شو ماله؟ هو عباره عن ان الاستيك. اوكي؟ في هاي الحاله تقبل العلاقه بينهم، تقبل then there is ايش؟ positive عكس negative. شو بده يصير هلا؟ there is positive relationship between the price and revenue. ساعتها شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إذا أنت صاحب شركة وفكرت تزيد السعر الـ revenue العائدات لإلك راح تزيد. وأيضا إذا خفضت السعر، لأن العلاقة موجبة بينهم، وإذا السعر خفضته راح تقل العائدات بالتأكيد. فهاي الحالة بتزبط فقط لما يكون عندي إيش؟ الديماند إن إلاستيك، يعني إيتا أو إي أقل من واحد. هلا الحالة الثالثة مثلا لما يكون عندي أنا إيش؟ إيتا تساوي واحد. هلا إذا إيتا أو الإلاستيسيتي تساوي واحد، يعني الديماند شو ماله؟ يعني الديماند اللي عندنا هو عبارة عن يونيتري إلاستيك. فهاي الحالة إيش؟ نقدر نحكي انه ايش؟ يعني then اي زياده then if اذا الـ price then if price be increased or decreased اذا الـ price زاد او قل no change. شو راح يصير تغيير وين؟ no change راح يكون على الريفينيو، ما فيش علاقة بينهم يعني، ما في ايش؟ تشينج على الريفينيو. في هاي الحالة شو بنحكي؟ في هاي الحالة بنحكي انه الريفينيو is optimized. يعني واصل لمرحلة ايش؟ عند هاي النقطة بيكون optimized. هلا optimized عادة بيكون maximum، بس احنا بنقدر نشيك عليه باستخدام المشتقة الأولى أو المشتقة الثانية مثل ما تعلمنا سابقا. At this point. اوكي، إذا هلا بنشوف مع بعض إمتى الـ revenue optimized، إمتى بيكون في علاقة موجبة بين الـ revenue والأسعار، وإمتى بيكون في علاقة إيش؟ سلبية بينهم. فخلينا نشوف مع بعض examples ومن خلالها نحكم على الـ demand أو نحكم على العلاقة بين الـ revenue والأسعار. فخلينا نشوف مع بعض example الثاني. example على فرض انه انا في عندي مثلا ايش؟ اي جيفن ايش؟ جيفن ليس ديماند مثلا بدي اجي اعطي انا هي كيو بيساوي مثلا جذر على فرض 900 ناقص البرايس، طبعا كله تحت الجذر، وانا حاكي طبعا البرايس مسموح يكون من صفر لعند ايش؟ لعند 900 كويس؟ والسؤال الاول بدنا نطلع find ايش؟ elasticity بس ايش؟ بدي اياها in terms of ايش؟ بدنا نطلع ال elasticity لل demand as a function of ايش؟ as function of price. Yeah. هلا بدنا نجاوب على هذا السؤال الاول. فانا لما بكتب ال elasticity طبعا القانون تبع ال elasticity اللي هو ايتا او اي اللي هو بيساوي سالب اللي هو بي على كيو في مشتقة ايش؟ مشتقة كيو بالنسبة للبرايس. فأنا بروح اشتق إذا، فبجيب هاي عندي من هون بقدر اجي احكي أنا عندي هون الكوانتيتي هي عبارة عن 900 ناقص البرايس ونص، صح هيك؟ فبدي اطلع كيو فتحة، فبيجي بحكي كيو فتحة تساوي حسب قواعد الاشتقاق تنزل النص فتصير نص ناقص واحد سالب نص، فمشتقة ما داخل الكوس، لما نشتق داخل الكوس بالنسبة للكيو بيطلع معنا سالب واحد، لأن 900 مشتقة الصفر. فبصير ان الجواب ايش؟ يعني صفر ناقص مشتقة البرايس اللي هو سالب واحد. تمام، فبطلع معنا الجواب ايش؟ طبعا هي سالب نص
سالب واحد في نص سالب نص، و تنزل تحت 600 ناقص دي كيو ونص. وبإمكاننا طبعا نرجع ايش الجذر، فبصير الجواب دي كيو على دي بي اللي هي نفسها كيو فتحة تساوي 1 بالسالب على 2 جذر 900 ناقص بي. فهي هلا ديريفاتيف، هاي ديريفاتيف بحملها وبيجي بحطها محل ديريفاتيف اللي هون. ساعتها نحن بنكون حاصلين على ايش؟ على الإلاستيسيتي بدلالة ايش؟ لساتها لحد الآن دلالة باسكت كوانتيتي. فممكن هلا اجي احط سالب 1 على 2 في الجذر 900 ناقص البرايس. هلا لاحظوا انه السالب اللي هون مع السالب بروح، فبطلع الجواب ايش؟ هاي الباسكت برايس. وهي انا عندي هون بدي انا اكتب السؤال، لاحظوا بدي اكتب السؤال، شو السؤال بده؟ بدي انا اكتب الالاستيسيتي، هاي الالاستيسيتي بدي اكتبها بدلاله فقط البرايس. ما دام بدي اكتبها بدلاله البرايس معناته انا لازم الاقي حل هلا للكوانتيتي، فبيجي بحط الكوانتيتي محلها هي من السؤال معطاه يعني. فبيجي بحط محل الكوانتيتي ايش اللي هي جذر 900 ناقص بي، وظل عندي هون ايش؟ هي 2 في جذر 900 ناقص بي. ففي هاي الحالة جذر مع الجذر بروح، ظل عندنا ايش؟ فوق البرايس وتحت 2 مضروب في 900 ناقص بي. إذا هاي هي ايش؟ الصورة العامة للإلاستيسيتي، هاي هي الإلاستيسيتي الصورة العامة لها. وإحنا هيك بنكون جاوبنا على ايش؟ جاوبنا على السؤال وكتبنا الإلاستيسيتي بدلالة البرايس فقط. كويس؟ هلا نشوف مع بعض المطلوب الثاني من السؤال. مثلا المطلوب الثاني السؤال بحكي لنا find، مثلا find the point at which مثلا ايش the demand of unitary elasticity. اوكي اذا نشوف النقطة اللي بتعطينا ايش unitary elastic demand، فندير بالنا على كلمة unitary. هلا يونيتري شو معناها؟ هي مفتاح الحل، معناته انه انا بحكي عن بدي اشوف امتى ايتا تساوي 1. فانا طلعت ايتا هي هون كويس، فبيجي بحكي وتساوي بحط محل ايتا قيمتها هي البرايس على 2 900 ناقص بي تساوي 1، وضرب تبادلي لما بضرب ضرب تبادلي بصير 2 900 ناقص بي يساوي بي. وساعتها مثلا ممكن نوزع 2، طبعا ممكن نوزعها 2 هون، شو بصير معي؟ 1800 ناقص 2 بي يساوي بي. لما نضرب بعدين ايش بودي بيها 2 بي هون؟ بصير 1800 يساوي 2 بي، وبجيهم كمان واحد بصير 3 بي، معناته بنقسم على 3 بطلع 18 تقسيم 3 اللي هي 600 دولار السعر. فانا عرفت السعر 600، بس السؤال بده بوينت، عشان البوينت بنروح نطلع كمان كيو، ف بدي اروح اطلع كمان كيو. فبيجي بحكي انا بعرف ان كيو شو تساوي، اللي هي عباره عن جذر 900 ناقص بي. فبيجي بحكي هي جذر 900 ناقص محل برايس بحط 600، بطلع الجواب جذر ايش؟ 300. وجذر 300 بامكاننا ايش نعمل؟ هي نفسها طبعا جذر 100 مضروبه في 3 وتساوي جذر 100 في جذر 3 وتساوي جذر 100 اللي هي 10 جذر 3. فممكن نكتشف ان Q هي عبارة عن 10 جذر 3. إذا شو البوينت اللي عندي؟ إذا ممكن نحكي هلا البوينت، البوينت هي عبارة عن Q في الأول بعدين B وتساوي 600. فهي هي البوينت اللي بيكون في عندها unitary demand، يعني بتعطي elasticity ايش؟ تساوي 1. هيك بنكون طبعا نحن جاوبنا على الفرع الثاني من السؤال. وممكن هلا نسأل كمان سؤال تكملة، إنه مثلا find ايش هلا؟ find مثلا intervals، نشوف الفترات in which مثلا the demand is فرع A elastic فرع B inelastic. فشو بدنا نشوف مع بعض؟ نطلع الفترات، طبعا الفترات لمين؟ لاحظوا من السؤال تبعنا الفترة هي فترة للسعر، شايفين كيف؟ فترة نشوف فترة تبعت السعر اللي بيكون فيها الإلاستيسيتي أكبر من 1 وأقل من 1. فنحن بنعرف إنه
هاي الإلاستيسي اللي طلعناها هون، شايفين كيف؟ هاي بجيبها تحت هلا. أنا بعرف إنه الإلاستيسيتي لما طلعناها شو كان جوابها؟ هاي البرايس على 2 900 ناقص البرايس، صح هيك؟ هاي الإلاستيسيتي. هلا بجي بدي أشوف، أنا نشوف مع بعض هاي الإلاستيسيتي، بدي أشوف. إحنا بنعرف إن هي بتكون واحد لما يكون إيش؟ البرايس 600، صح؟ هيها قبل شوي طلعناها عند السعر 600، كانت الإلاستيسيتي قديش؟ كانت واحد، يعني عند اليونيتري كانت الإلاستيسيتي واحد. هلا بدي اشوف شو بصير قبل وبعد، بس البرايس مسموح فقط تبلش من عند وين؟ من عند الصفر، هيك السؤال. يعني ممنوع، ممنوع ايش؟ ممنوع ننزل على السالب، وبالتالي انا بس مسموح لي من صفر لعند حد معين، اللي هو حسب السؤال بقول لي من صفر بتبلش لعند ايش؟ لعند 900، تمام؟ فانا معني في هاي الفترة فقط، هاي فترة السؤال، يعني هاي الفترة شايفينها؟ أنا معني في هاي الفترة. هلا بناخذ أرقام للسعر، طبعا أنا عندي هاي السعر، باخذ أرقام، بدي أجي أخذ رقم هون مثلا وأشوف. فلو جينا أخذنا مثلا سعر، جينا حكينا بدنا نشوف قديش الإلاستيسيتي مثلا، مثلا لما يقبل برايس يساوي، أعطونا رقم أقل من ال 600، لو أخذنا رقم مثلا زي 300 مثلا، مثلا فساعتها بدي اعوض هون. هلا يلا هاي محل برايس بحط 300، هاي 2 في 900 ناقص 300، وبطلع الجواب قديش؟ 300. الجواب هيك مثلا بطلع معنا 300. هلا بدي انقص، بيجي بحكي هاي 2 مضروبة في 900 ناقص 300 اللي هي 600. فبنشطب هذا الصفر محل، محل الصفر محل الصفر، و 3 فيها 1، 6 فيها 2، وبطلع الجواب 1 على 4. شو رأيكم؟ 1 على 4 رقم أقل من 1، معناته في هاي الحالة شو بيكون في عندنا الديماند؟ معناته في الحالة في هاي الديماند شو بيكون؟ اللي يكون إيش؟ هو عبارة عن إلاستيك. لما يكون الديماند أقل من 1، ولما يكون الديماند أكبر من 1 بيكون الديماند شو ماله؟ إلاستيك. اوكي، اذا هون الديماند احنا عندنا لما يطلع، نتذكر القاعده بتاعت الديماند، لما يكون الديماند عندنا لما تطلع ايتا اقل من 1، نتذكر ان الديماند اللي عندنا ايش؟ ان الاستيك. وبالتالي بدل احكي هلا السؤال شو بده هو؟ السؤال بده هاي الان الاستيك جاهز هلا صار. فبقدر احكي الفترة تبعت البرايس، اذا انا هون عندي ايش؟ ايتا اقل من 1، صح؟ هلا بما انه ايتا اقل من 1 معناته الديماند عندنا هون ان الاستيك. هلا ممكن ناخذ كمان ايش؟ ممكن ناخذ كمان سعر اخر هون مثلا، نطلع الالاستيسيتي مثلا عند البرايس اللي بيساوي مثلا 800 على فرض مثلا. هلا عند ال 800 شو راح يطلع معنا؟ تعويض مباشر القاعدة اللي فوق، فبيطلع معي أنا هون هلا 800 على 2 في 900 ناقص 800، وبيطلع الجواب 800 في البسط على 2 مضروب في إيش؟ 900 ناقص 800 اللي هي 100. فممكن نشطب هلا هدول الصفرين مع هدول الصفرين، نشطبهم بضل عندنا 2 فيها 1، 8 فيها 4، وبيطلع الجواب 4. ولاحظوا إنه الأربعة أكبر من 1، معناته سايت الديماند بيكون أنا إيش؟ إلاستيك. إذا هون أنا عندي هون إيتا شو معناها أكبر من 1. هلا بقدر استنتج طبعا هون عندنا ايتا تساوي 1، عند ليش؟ هون في عندنا اليونتري، اليونتري بس عند ال 600. هلا في الفترة اللي قبل ال 600 بيكون عندنا ايتا أقل من 1، ولما تكون عندنا ايتا أقل من 1 ساعتها زي ما عرفنا بالديماند بيكون عندنا ايش؟ يعني نحن هلا بنقدر نطلع الفترة، بقدر أكتب هلا إذا بفترة البرايس من 0 ل 600. إذا هلا بقدر أحكي كالتالي، إذا بناخذ السعر من صفر لعند 600، طبعا 600 مش داخل، بهي الحالة بتكون عندي الإلاستيسيتي أقل من 1، وبكون عندنا الديماند شو ماله؟ الديماند إن إلاستيك. السؤال بده فترة للبرايس، هاي الفترة طلعناها يعني. والفترة الثانية إذا كان البرايس أكبر من 600 أقل أو يساوي 900، ساعتها بتكون عندنا هنا ايتا اكبر من 1، ساعتها بتكون الديماند شو ماله؟
دي ما تكون ايش؟ Elastic. و لما يكون انا البرايس طبعا بيساوي 600 ساعتها بيكون انا ايتا تساوي 1 وبيكون انا ديمنشنال يونيتري. فنحن اهم شيء نطلع الفترات، هاي الفتره طلعنا هاي الفتره اللي بيكون فيها الديماند الاستيك ان الاستيك، طلعنا هاي الفتره اللي بيكون فيها الديماند الاستيك تعويض مباشر. كويس، فهذا هو جواب السؤال الفرع يعني الثالث، الفرع الأول والثاني من الفرع الثالث. أوكي طيب جميل جدا، نشوف مع بعض example الأخير أو لسه ممكن نكمل، مثلا ممكن كمان نعطي كمان فكرة على نفس السؤال، نعطي كمان ملاحظات. اوكي نشوف المطلوب اللي بعد، مثلا هون المطلوب رقم 3، نشوف هلا رقم 4 مثلا. على فرض ان السؤال رقم 4 طبعا تابع لنفس السؤال، بحكي كالتالي مثلا at price مثلا بيساوي 500 دولار مثلا، should the price increase or decrease، شو لازم نسوي في السعر، نزيده ولا نقلله in order to مثلا increase revenue. اوكي انا طبعا هذا السؤال تطبيق مباشر على اللي عملناه قبل شوي، فبيجي بحكي السعر 500. طبعا احنا بنعرف قبل شوي عرفنا بالنسبه لايتا هاي الصفر هاي 600 وهي 900، عرفنا هون عندنا ايتا اقل من واحد، عرفنا هون ايتا اكبر من واحد، وبالتالي هون ان الاستيك الديماند بيكون هون الاستيك. اوكي اذا هلا انا بعرف السعر 500 بيجي هون، هي 500 دولار، اذا 500 جاي في منطقه الان الاستيك. هلا بيجي بحكي كالتالي انه ات البرايس 500 دولار، لما يكون البرايس 500 دولار بيكون الديماند هون ايش؟ بيكون الديماند ان الاستيك، وبالتالي ما دام الديماند ان الاستيك بتطلع عندها هون ايش؟ ايتا اقل من واحد. هلا ما دام ايتا اقل من واحد حسب العلاقه بين الريفينيو اللي بتتذكروا، بس اذكركم فيها هيها، لما تبقى ايتا اقل من واحد احنا هون، هلا لما تبقى ايتا اقل من واحد بتبقى علاقه ايش؟ بوزيتيف ريليشن شيب بين الريفينيو والبرايس، بتكون في علاقه ايش؟ موجبه، وبالتالي بيجي بحضر احكي هون انه في هاي الحاله بتكون عندي ايش؟ بتكون عندي دي الريفينيو على دي بي، العلاقه بينهم موجبه، معناته اذا بتزيد السعر بزيد الريفينيو. هلا السؤال بيقول لي شو اعمل حتى ازيد الريفينيو؟ السؤال بده يزيد الريفينيو. اوكي اذا بدك تزيد الريفينيو فيش مشكله، زيد السعر. اوكي معناته شو بيجي بحكي؟ انه so to increase، عشان تزيد to increase revenue just ايش؟ increase the price. لأن العلاقة ايش؟ بوزيتيف، العلاقة هي موجبة. اوكي طيب نشوف مثلا نشوف مثلا السؤال بالعكس، مثلا لو جينا على سؤال 5 مثلا، حكينا سؤال 5 شو بصير مثلا عند سعر 800 مثلا at price، at price بيساوي 800 دولار. اوكي نفس الحاجة، should we ايش؟ increase or decrease the price in order to ايش؟ in order to increase the revenue. يعني انا معني في زياده الريفينيو، شو اسوي؟ ازيد السعر ولا اقلله؟ فبيجي بحكي نفس الرسمه، بيجي بحكي 800 هون جاي صح؟ هي 800 هون مثلا. اوكي هي 800 هون، جاي في منطقه الالاستيك، فبيجي بحكي الجمله التاليه، بحكي ات برايس بيساوي 800، بيكون انا عندي هون الديماند عباره عن الالاستيك، ما دام الديماند الالاستيك معناته ايتا عندي هون اكبر من واحد، ما دام ايتا اكبر من واحد بتقبل العلاقه بين الريفينيو و البرايس نيجاتيف، معناته اذا بدك تزيد طلعوا، معناته اذا بدنا نزيد الريفينيو، اذا معنيين في نزيد الريفينيو مش لازم نعمل في السعر، معناته to increase عشان نزيد الريفينيو we must ايش؟ we must decrease the price، لازم السعر يكون. فهذا هو الفرق بين السؤالين. واخر سؤال يمكن ننهي في السؤال رقم 6 مثلا، سؤال 6 بيحكي مثلا what is the maximum، what is the maximum اللي هو revenue، كيف نطلع الماكسيمم ريفينيو؟ طبعا احنا حكينا
من خلال القواعد تبعتنا انه الريفينيو طلعوا انه الريفينيو is optimized وين بكون. فاحنا بنطلع لفوق احنا امتى ايتا ايكوال 1؟ هي ايتا ايكوال 1 عند البرايس 600. فبيجي بحكي هذا الكلام بيكون وين؟ وانت يعني عند الاوبتمايز ايش؟ الريفينيو عند البرايس 600. وطلعنا اللي بتتذكروا اللي هو الاوبتمايز اللي هي كانت هي عباره عن كيو بي اللي هي عباره عن 10 جذر 3 و اللي هي 600 وكان في عندها ايش؟ اللي هو عباره عن هاي النقطه طبعا في عندي ايش؟ اللي هو ماكس ريفينيو. هلا ممكن نطلع كمان الماكسيمم ريفينيو لو حكيت انا ايش؟ السؤال بيقول وات از ذا ماكسيمم ريفينيو وبالتالي انا بروح اطلع الماكسيمم ريفينيو فبروح اكتب ايش؟ انا بعرف ان الريفينيو اوف كيو هو عباره عن بي في كيو صح؟ وانا معروف عندي البرايس البرايس معروف عندي اللي هو عباره عن 600 ومعروف عندي الكوانتيتي اللي هي عباره عن 10 جذر 3 فبضربها في بعض بطلع الجواب 6000 مضروبه في جذر 3 فهي هيتا اللي هو بالدولار طبعا هاي هو ايش اللي هو الماكسيمم ايش ريفينيو. طبعا بامكاننا كمان نتاكد او يعني نتاكد انه هاي الاوبتمايز هي اعلى قيمه بمعنى انه يعني بنقدر نروح نطلع نعمل تيست باستخدام المشتقة الأولى وباستخدام إيش كمان المشتقة الثانية. فنحن بنعرف أصلا إنه إيش أنا بعرف إنه دي أر على دي بي بالنسبة للسعر هي عبارة عن إيش شفنا مع بعض الكوانتيتي في واحد ناقص إيتا صح؟ فلما بدك تروح تطلع إيش لما بدك تروح تطلع المشتقة الثانية يعني عند ايتا تساوي لاحظ لا لاحظ هون لما ايتا تساوي واحد على السريع بتعطيك انه ايش؟ انه دي ار على دي بي تساوي ايش؟ صفر اذا بتعوض محل هاي واحد تساوي صفر. اذا ايش بحكي انا؟ اذا انا بحكي انه عشان هيك بنسميه اوبتمايز لانه بعطيك ايش؟ بتعطيك زي كريتيكال فاليو عند ايش؟ للريفينيو يعني يا بكون في عندها ماكس يا بكون في عندها مينيمم بس دائما بكون في عندها هنا ماكس لانه بامكاننا نروح نكتب الريفينيو نروح نشتقها كمان مرة وراح تطلع المشتقة الثانية ايش؟ راح تطلع اللي هي المشتقة الثانية تطلع سالب وبالتالي في عندي ماكسيمم فمش صعب نعملها طبعا. اوكي اذا بنقدر طبعا ننهي الحل هون يعني عند هون الحل انتهى طلعنا طبعا الماكسيمم ريفينيو بس بنعطي طريقة أخرى طبعا هون الحل هون انتهى يعني هاي نقدر بطريقة نقدر نسميها مثلا سوليوشن 1. هلا نشوف مع بعض سوليوشن ثاني حل نفس الطريقة ونفرجيكم انه بعطي نفس الجواب. سوليوشن ثاني اس 2 يعني سوليوشن ثاني حل ثاني. هلا نحن بنعرف انه ار بيساوي ايش مثلا الكوانتي في البرايس كيو في بي ونحن بنعرف انه كيو في السؤال هي عبارة عن 900 ناقص البرايس فبقدر اجي احط هون محل الكوانتيتي اللي هي عبارة عن جذر 900 ناقص البرايس وعندي هون البرايس بره. هلا بطلع المشتقة الأولى فلو جينا نشتق للريفينيو بالنسبة للبرايس فهي الأول اللي هو 900 ناقص بي ومشتقة الثاني واحد زائد الثاني فمشتقة الأول طبعا مشتقة الأول هي عبارة عن هي كو نص ما هي صح هي نفسها هي 900 ناقص بي كو نص فلما اشتقها بصير عندي نص في 900 ناقص بي هو سالب نص ومشتقة مداخل قوس اللي هي سالب واحد فانا هي طلعت المشتقة هلا بس اطلع المشتقة ممكن ارتبها فبصير عندي هون 900 ناقص بي زائد ناقص بصير عندي هون ناقص نص في البرايس و هي سالب مع الموجب بصير سالب وواحد على جذر ايش 900 ناقص بي هي طلعت المشتقة الأولى. هلا بإمكاني أوحد المقامات إذا بدكم يعني بس أرتبها هي عبارة عن 900 ناقص بي ناقص اللي هي عندها البرايس فوق و2 في جذر 900 ناقص البرايس بس شوي ترتيب. طبعا لما طلع المشتقة انا بامكاني اسفرها طبعا وطلع البرايس بس خلينا نشوف اول شيء يمكن لو وحدنا المقامات يعني واحد المقامات بيجي بضرب فوق وتحت بضرب هون في 2 جذر 900 ناقص بي وبضرب نفس الشيء فوق هون في 2 جذر 900 ناقص بي فبصير المقام واحد اللي هو 2 جذر 900 ناقص بي. هلا جذر في جذر بروح بضل 2 في 900 ناقص بي وناقص ايش؟ بي اللي في البسط هون. فلما اوزع 2 هاي هون وهون شو بصير معي؟ بصير
يصير معي مثلا 1800 ناقص 2 بي، وعندي كمان ناقص بي على 2 جذر 900 ناقص بي، فالجواب النهائي بيطلع معي اللي هو 1800 ناقص 3 بي على 2 جذر 900 ناقص بي. طبعا هي ار فتحه مشتقه الريفينيو بالنسبه لمين؟ للسعر. هلا عشان طلع الماكسيمم، طبعا انا بدي اطلع الماكس، بدي احطه تساوي صفر، فبكفي البسط يساوي صفر. لو كان بسط مقام يساوي صفر بكفي البسط يساوي صفر، ف1800 ناقص 3 بي يساوي صفر، يعني 1800 بيطلع معي 600. لاحظوا هذا البرايس 600 اللي بيسفر لك ايش؟ المشتقه الاولى للريفينيو. راح نكتشف انه هذا البرايس هو نفس البرايس ايش؟ اللي اشتغلنا عليه قبل واعطانا 600. شايفين كيف هيو؟ البرايس 600 اعطانا الاوبتيمال، فنفس الجواب بيطلع معنا، ولكن طريقه اخرى هي للحل. اوكي، اذا انا شو بيجي بعمل؟ بيجي انا هلا برسم هون زي ذبحه في الاشاره ار فتحه، انا بعرف ار فتحه عند ال 600 بتعطينا صفر، هلا مسموح لي انزل لعند الصفر واطلع فوق لعند ال 900، فبدي اخذ هلا اسعار واجرب اشوف مثلا لو جينا اخذنا سعر هون، نشوف مثلا شو بيطلع معنا السعر هون مثلا، نشوف الاشاره مثلا ابحث باستخدام المشتقه الاولى، فخلينا ناخذ ار فتحه مثلا عند اي سعر مثلا، ممكن واحد ياخذ مثلا عند السعر 100 مثلا، فساعتها بنعوض بصير عندي هون 2 جذر 900 ناقص 100 وفوق، وشو بيطلع بالجواب تحت؟ 2 جذر 900 ناقص 100 اللي هي جذر 800 موجب، بس فوق بيطلع 1800 ناقص 300 اللي هو 1500. فلاحظوا الاشاره هون شو مالها؟ موجب، هذا رقم موجب، فبحط هون اشاره ايش؟ موجب. انا ممكن اخذ رقم اخر هون مثلا زي ايش؟ مثلا اروح افحص ار فتحه مثلا وليكن عند 700 مثلا، فبطلع معنا الجواب ايش؟ بعوض هون، هاي انا عمالي بعوض هون هنا، بطلع 1800 ناقص 700 في 3، هي 3 في 700 على 2 في جذر 900 ناقص 700، كويس؟ وراح نشوف مع بعض شو بتطلع معنا الاشاره هون، فبطلع معنا اللي هو 1800 على 2 في جذر 200، طبعا المقام موجب، هي مقام موجب 2 جذر 200، وال 18 1800 من كيلو 2100، واضح بنطلع الجواب ايش؟ طب سيل هون معناته 100% شو في عندنا احنا هون هلا؟ معناته نحن في عندنا هون الريفينيو كان متزايد، بعدين ايش صار ايش؟ متناقص، اذا في عندنا هون ايش؟ ماكس، ماكس للريفينيو. فعشان هيك شو بشي بحكي؟ فبطلع معنا الكوانتيتي اللي هي جذر 300 اللي شفناها مع بعض اللي هي عباره عن 10 جذر 3. فساعتها بقدر احكم انه بالفعل الماكس ريفينيو عندي انا هون هو عباره عن ايش؟ بعوض البرايس في الكوانتيتي، البرايس انا عندي هون قديش؟ 10 جذر، البرايس عندي 600، فبيجي بحط محل البرايس 600 وبحط محل ايش؟ الكوانتيتي اللي هي 10 جذر 3، فبطلع الجواب بالدولار اللي هو 6000 جذر 3. هاي الصورة يا جماعة بتكون سكشن 11.5 is completely done، بتأمل تكون الصورة واضحة للجميع.